هدف كسبت بهدف، ولكن من وجهة نظري ان انت كونك ان انت تكسب بهدف اعتقد ان ده غير مطمئن. وجهة نظري ايه رأيك؟ والله بص، هو الماتش بيبقى فيه كذا سيناريو. احنا ممكن كنا ممكن نتعادل 0-0، كنا ممكن لا قدر الله يجي فينا جون، لكن يعني ربنا رايد لنا ان احنا نكسب بجون. والماتش هو زي ما نقول بشوطين، احنا خلاص عدينا شوط، بقى الشوط الثاني هنا في القاهره ان شاء الله. باي مكسب باذن الله، التعادل برضه يصعدك. فهي بتبقى حسابات ال 90 دقيقه كابتن. فانا ان شاء الله باذن الله واثق ان شاء الله النادي الاهلي لو في امكانياته، او قصدي في مستوى، او في واقف بلعبته جاهزين بالجهاز الفني في يومهم، لا الاهلي يكسب اي فريق في افريقيا يعني.